شبكة عباقرة التلاوة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا فنقول جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ذكر النبي. ذكر النبي. ذكر النبي على القلوب شفاء. ذكر النبي على القلوب شفاء والمسلمون بحبه سعداء والأرض في ميلاده قد أشرقت وتزينت عند القدوم سماء أعلى الورى قدرت أعلى الورى قدرت أعلى الورى قدرت فإن مقامه فوق السماء ودونه العلياء. أعلى الورى قدرا فإن مقامه فوق السماء ودونه العلياء وشريعة المختار أعظم شرعة للفوز فهي كريمة سمحاء قامت على الأخلاق قامت على الأخلاق يرفع شأن
حتى بدت بيضاء حتى بدت بيضاء واضحة ترى وكأنها علم عليه ضياء من سار يستهدي بها فقد اهتدى وبدا عليه من الجمال رداء سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على المجتبى صلى الله عليه وسلم صلى الله على المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله على المختار صلى الله عليه وسلم الله على المصطفى صلى الله عليه وسلم بذكر محمد تحيا القلوب بذكر محمد بذكر محمد تحيا نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه
صلى الله على طه صلى الله عليه وسلم صلى وفي السماء محمود عند الإله مقرب محبوب صلى الله على محمد صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا آل طه يا آل طه يا آل طه يا آل طه لكم في الخلق منزلة علياء جل الذي في الخلق أعلاها إن المودة في القرب أشاد بها رب العباد وفي القرآن زكاها الماء واحد والزهر يا فهم ألوان الماء والسر واحد لكن في الظهور الوعد والسر واحد لكن في الظهور الوعد وإن كنت صافي تجد سر الحبيب ظاهر لولا مكانة الدنيا على الأكوان يا آل طه لكم في الخلق منزلة عليا جل الذي في الخلق أعلاها إن المودة في القربى أشاد بها رب العباد وفي القرآن زكاها من دوحة الطهر كنتم وهي عارفة أصولها صانها ربي
وأرساها، أما الفروع بتقواها فقد رفعت نحو السماء ترى، بل فوق عليها أنعم بكم، وصلاة الله دائمة للمصطفى أشرف الدنيا وأسماها. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور، ما رأينا العيسى حنت بالسرى إلا إليك، والغمامة قد أضلت والملائكة صلوا عليك، النبي صلوا عليك، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، بهذا الفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية نأتي إلى نهاية الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الحامدية الشاذلية في مجمع الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وكانت الأمسية بدعوة كريمة من السيد الأستاذ المهندس عبد المنعم الجندي نائب عام الطريقة الحامدية الشاذلية بمناسبة الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم سلام الراضي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تضمنت الأمسية تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ علي إبراهيم سليم، وكلمة لفضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد عبد الواحد أحمد وكيل وزارة الأوقاف، ثم ختمت الأمسية بهذا الفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ محمد الهلباوي.